سد عليه سد عليه. لا لا هذه يكونوا عارفين شكون هو اللي مرضوش شكون هو اللي ما مرضش. لكن مش كيف هو هذا ما مسدودش كيف خصو يتسد بوتاتي. الله يعلم كيف سير. ما هو توكاش برا شوف قال لك في فين متابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر هذا. كنتمنى تكونوا بألف ألف خير. صباحكم مبروك. كيف ما كنعودكم ديما أننا نديرو لكم جولة في الصباح. كنتمنى كذلك تكونوا دوزتوا هذه الأيام ديال رمضان بخير وعلى خير، وإن شاء الله يا ربي ارفع لينا هذا الوباء هذا يا ربي، وترجع لنا الحياة الطبيعية حقاش توحشناها. الناس خدامة على راسها. اكيد الناس اللي خدامين هما اللي خارجين دابا الله يسهل امورهم يا ربي. طبيعة الحال كل شيء كيسهر، ولكن مساك الناس اللي خدامين راه كيسهروا وطوم كيفيقوا الصباح باش كيخرجوا يخدموا. اللي خدام الله يسهل اموره يا ربي. بالنسبه لواحد السيده قالت لي سيروا للتشارك وحيموا لي رشيد كل شيء خارج. راه ديما كنقولوا كاينين شي احياء راه الله يهديهم وصافي الله يهديهم، كان ما حاسينش بخطوره هادشي اللي كاين الله يهديهم.
القديمه كان قرى، كان كل هذوك الاحياء اللي مازال فيهم الناس كيخرجوا، مازال ما حصل مش مسافه الامان، راه الله يهديهم. راه قلت لكم ما كيحسوش يمكن خطوره هادشي اللي كاين، راه الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. وكنتمنوا هادشي سالي ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه، ولكن باش نرجعوا لحياتنا الطبيعيه وهادشي سالي راه خاصنا حنا بعدا نلتزموا كمواطنين. دابا خارجين اللي خدامين، كاين واحد السيده ولا السيد يمكن قال لي خاصكم تجيو لدرب السلطان، خاصكم تشوفوا الاسواق، خاصكم تشوفوا الشركات، هادشي كله كنمشيو ليه سيدي، كلشي كنمشيو لدرب السلطان، كنمشيو الاسواق الشعبيه، كنمشيو لكلشي. يرفع لنا هذا الوباء، هذا هو اللي هادشي اللي كنتمناو، ويا ربي حنا نلتزمو كمواطنين، ويا ربي تفوت هذه الازمه هذه وترجع لنا الحياه الطبيعيه يا ربي. نشكركم على تتبعكم لهذا المباشر هذا، ان شاء الله نلتقي معكم في مباشر جديد وفي حاجه جديده يا ربي. الله يسهل اموركم، الله يعاونكم، وان شاء الله مره اخرى ندير معكم مباشر اخر.